بخبر مفاجئ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، خطوبة الفنانة العراقية آشتي حديد. وهنا المصيبة منين؟ من شخص سيد أو شيخ سيد مثل ما ذكر بالتعليقات وبالمقاطع وبالعناوين. وهنا نسأل نفسنا عدة أسئلة، يعني ما أعرف، هي الفنانة آشتي حديد معروفة من الديانة المسيحية، وشون تتزوج شخص مسلم؟ عندهم بالديانة ما يصير، المسلم ممكن يتزوج إذا لعدة أسباب تتوفر عادي يصير هذا الشيء، لكن بشروط وشغلات احنا ما بدون ما ندخل بتفاصيلها. لكن آشتي حديد تزوجت شخص سيد مسلم، هاي شوية جديدة. زين، هل راح تبقى تمثل؟ هل راح تعتزل؟ شلون وكيف حقيقة هذا الشيء؟ أتمنى تجاوبوني بالتعليقات. بالله بالله والثاني بالله والثالث بالله، ومن عين وعين خلق الله، ومن عين الطويله الرماحه، ومن عين القصيره الدحداحه، ومن عين البيضه، ومن عين المعين الزرب، ومن عين مشلون الفرق، ومن عين الجارح جارح.